صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فكيما هتشوفوا حنا شادين الطريق معاكم، بديت معاكم الصباح ديالي من صباحو، يعني غتكون هذه 6 الصباح حنا شدينا الطريق ان شاء الله. مروه هنا ناعسه، لينا حتى هي ناعسه، كلهم ناعسين. شدينا الطريق بكري، فقنا مع الخمسه باش عاد نوصلوا مسافرين ان شاء الله لواحد البلاصه اللي هي اش غنقول لكم، تقدروا تسميوها حلم من احلام اللي كيتحقق لاي طفل كيوصل لديك البلاصه. ولا ماشي غير الوليدات، يعني راه زوينه لا الكبار ولا الصغار. كتحسي انك بدلتي الجو، انك لعبتي، انك خرجتي، ما بقيتيش غير في الدار، ما بقيتيش في داك الروتين ديال الخدمه والوليدات والمدرسه. ففعلا دوزناها زوينه بزاف. فهنايا شدينا الطريق الصباح بكري، هنا بدا كيصبح الحال، وقفنا في الطريق، فطرنا، ارتاحينا، ارتاحوا البنات شويه، وعاود كملنا الطريق ان شاء الله. ملي نوصلوا نكمل معكم الفيديو. وخلو والمشكل حنا فاش كنا غاديين حتى وصلنا للطريق، عاد باش قالوا لينا راه يقدر، لان الطريق اللي غنشدو حنا غندوزو من النمسا، يعني من لاسويس للنمسا لالمان، يعني واحد الدوره. فقالوا لينا يقدر يحبسوكم في الديوانه ديال النمسا وترجعوا، لان الديوانه ما بين النمسا ولاسويس وقيلا راه ما غاديش تدوزو منها. فهنا هنا انا عقلي وقف وما بقيتش، مازال كنفكر في حتى حاجه. الطريق كله وانا كنقول يا ربي ما يحبسوناش، يا ربي تكون هاد الهضره كلها كذوب. دزنا فانا كيف ما كتشوفوا فرحت، لان صافي دزنا، ما كاين حتى شي واحد، ما حبسوناش. هذيك الهضره كلها غير كلام كيقولوه الناس، يعني ما كاينه شي حاجه من هذا الشيء كامل. فدزنا ما ان شاء الله الحمد لله ما حبسونا ما حتى حاجه. فهنايا راه حنا كاينين في النمسا، غندوزو يعني تقريبا واحد نص ساعه في الطريق، يعني ماشي الطريق السيار، يعني ماشي لوتوغوت، طريق عاديه في النمسا. ومن بعد عاوتاني منها غندخلوا لوتوغوت وغنرجعوا عاوتاني لالمان. فهاديك البلاصه اللي غنمشيو كاينه في لالمان، يعني بيننا وبين البلاصه اللي غنمشيو 3 سوايع ونص ديال الطريق. فنوصلوا ان شاء الله ونعرفوا كاملين فين فين حنا غاديين. هنا الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير، وعرفنا كاملين فين غادي نمشيو. جينا ليغولاند، عالم ديال الاطفال، عالم ديال ليغو. فاش بغينا ندخلو قالوا لينا ما غادخلوش من هذا الباب، غادخلو من الباب اللوراني، حيت نتوما واخدين لوطيل مع التيكي. فجينا لا ريسبسيون، حطينا الطوموبيل ومشينا، حطينا حويجاتنا وراو لينا الطريق، يعني ما بين ليغولاند وما بين لوطيل راه دايرين الطريق، يعني كتبقى غير في الوسط في الداخل ما كتبعدش. فانا كيف ما كتشوفوا في مروه فرحانه قمه الفرح، بغينا بغات هي التيم ديال بيغات، خدينا ليها خدينا لا شومبر بيغات. فاللي كيعجبو لي برانسيس كياخد التيم برانسيس. فهنا لونطري ديال لوطيل، وهنايا اشنو كيبدا؟ كيبدا لو شو البنات، لو شو ديال وليداتك وديالك معاهم. فرجه ممتعه، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. Thank you.
لازم لها بلاصه زوينه للوليدات، سيغتو الناس اللي عايشين قراب لهنايا وما بعيدش وما زعموش انهم يجيو، غير جي ما غاديش تندموا. بلاصه غزاله فنه كتحمق، نقي كلشي زوين. فهنا شاركت معكم دغيا دغيا لا شومبر كيفاش دايره، الدوش كيفاش داير، لا ديكوراسيون كلشي، لونطري تو. هنا دابا غاديين حنا من لوطيل ليغولاند، كاينه ديك الطواله اللي كنتو شفتو دابا عدازت، من بعد كيعطيوك هنايا واحد الخريطه اللي كتبين لك منين غدوز منين غتبدا وباش غتكمل. فكيما كتشوفوا في الخريطه راه كبير بزاف، يومين وما تقدكش، حنا غنبقاو يومين ولكن ما غتقدناش وما غتكفيناش لان كبير وكبير بزاف. سورتو الا خديتي لوطيل كتاخد معاه لي زاكتيفيتي اللي فيه اللي كيكونوا بالليل، يعني كتاخد معاه كيكون الميني غولف، كيكون البولين، كيكون بزاف تاع لي زاكتيفيتي كتاخدهم. صراحه بلاصه زوينه للعطله، بلاصة عائلية 100%، ما تندموش عليها الا جيتو ليها. فخليكم مع الفيديو هنا، غادي نحبس لان غادي يجي طويل بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الماجي في الجزء الثاني. سلامة.